السلام عليكم. هذا اللي امامكم حالكم شو اشتغلوا ما توقف، هو عقيد ركن بالجيش متقاعد عقيد ركن متقاعد، راتبه قليل متزوج متسوي حاليا ما يحاسب، ينام بالشارع في منطقه مصر، ينام بالشارع. زين ولدي ما يثبت انه ما عقيد ركن، نعم متقاعد، نعم اخوان. لا اسمه سامي عبد الزهرة جاسم محمد، اسمك سامي عبد الزهرة جاسم، خلينا نقول سامي عبد الزهرة جاسم محمد حسين العبيدي البلدر. الدورة 57 الكلية العسكرية الأولى. نعم زين، يا دورة كام مشتركة؟ ها 1 و3 دورتك كام مشتركة؟ شنو جاي صفك؟ والله قوة خاصة، يعني مدرب معلم. يا سنة طلعت تقاعد؟ 1998. حاليا تتقاضى تقاعد؟ والله قليلة، خذت سلف واشتريت لي بس 185,000 يعطوني كل شهر سلف، اخذت حكي صحيح. هاي حالته اللي تشوفونها، انت عقيد ركن تقاعد بالجيش حاليا متسوي في منطقة المنصورة. نعم اخوي، ينام بالشوارع وبالحدائق، حاليا ينام بالشارع بدون ولا بيت ولا سكن ولا غرام.